السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في نفس الفقرة. فاكتوريزي إن إكسبريسيون اللي كتعني تعميل. أوكي، عندنا واحد الإكزامبل، إكزامبل 3.5 × 12 + 3.5 × 7.3. شنو قلنا على فاكتوريزي إن إكسبريسيون؟ يعني التعميل، كيفاش كنعملو واحد التعبير. كنشوفو لو فاكتور كومان، لو فاكتور كومان اللي هو العامل المشترك. كيفاش العامل المشترك؟ واحد العدد اللي مكتوب جوج المرات، ولكن داك العدد كيكون حداه عمليه الضرب. اوكي، كنهضر على العامل المشترك الا كان عندنا الضرب. اوكي، عاد كنهضر على العامل المشترك. لو فاكتور كومان عندنا هو لو نومبر 3.5. علاش؟ علاش 3.5؟ لان 3.5 عندنا جوج ديال المرات. اوكي، داكوغ، سي بون. شنو كنديرو؟ كنشدو هاد 3.5 كنكتبوها. اوكي، كنكتبو الضرب، كنحلو القوسين، يعني كنديرو العكس ديال لا ديستريبيفيتي. اوكي، يعني كنرجعو باللور، ما كنديروش النشر، كنرجعو باللور، يعني كنديرو تعميل فاكتوريزاسيون. اوكي، فاكتوريزي ان اكسبريسيون. اشمن سيني اللي غنديرو هنا؟ واش لاديسيون او لا سوستراكسيون؟ كنديرو بليس او لا موان؟ غنديرو زائد ولا ناقص؟ هنا غنديرو ناقص. علاش غنديرو ناقص؟ ما عندناش حتى شي ناقص هنا. شنو عندنا هنا؟ زائد، غنديرو زائد. طبيعة الحال غنديرو زائد لان عندنا زائد. ردوا البال من هاد الاشاره هادي. اوكي، 3.5 × شنو كنديرو؟ 3.5 عندنا كتبناها، يعني مشات لينا صافي، مبقيناش نعاودو، باقي ندورو بها. اش كيبقى لينا؟ لو نومبر 12 و لو نومبر 7.3. كنديروهم هنا. اوكي، صافي، هو قال لك غير عمل، احنا عملنا، ما عندكمش فين نزيدو باقي. اوكي، تعميل، شنو كتعمل؟ يعني كتكتبوهم على هذا الشكل هذا، ما جيتش باقي تحسب صافي حبس هنا. اوكي، كنتمنى هاد اكسبريسيون هذا تفهموه. نزيد مثال واحد اخر، هذا غيجيكم شي شويه، علاش غيجيكم شي شويه مختلف؟ علاش؟ لان غتبان لكم هاد النومبر ما تديوش على ا، ما تديوش عليها، فقط غتشوفوا لو فاكتور كومان. بان لكم شي عدد معاود، عاود هذا المشكل واحد اخر، ما كاينش عدد معاود، ولكن نتوما غادي تخرجوا هذا العدد هذا. كيفاش؟ عندنا هنا 2، عندنا هنا 10. شنو العلاقه بين 2 و 10؟ يمكن لينا نخرجو جوج انطلاقا من العدد 10. اوكي، كيفاش؟ عندنا 2 × 1 زائد هاد العدد هذا 10، غنخرجو منه العدد 2. كيفاش؟ هو 2 × 5. اوكي، احنا خرجنا لو فاكتور كومون، وفينا هو لو فاكتور كومون؟ هو لو نومبر 2، احنا لقيناه. دابا غنديرو التعميل ديالنا. لو فاكتور كومان هو لو نومبر 2 مع جوج المرات، كنديرو الضرب ديالنا. اوكي، كنحلو الاقواس، مشى لينا العدد 2، سالينا معاه. اش كيبقى لينا؟ كيبقى لينا 1 و 5. اوكي، ولكن عندنا لا سيني، لو سيني بلس، كنحطوها باش ما نساوش. اوكي، 1 و 5، حبس هنا، ما عندك فين تزيد باقي تحسب لان عندنا التعميل. اوكي، غنعطيكم مثال واحد اخر. كي كتلاحظوا في هذا المثال هذا، شنو عندكم؟ هذا بي. اوكي، هذا بي، وهذه 6، هذه 6 ناقص.
اوكي كيما تلاحظوا هنا الا قلت لكم فاكتوريزي سيت اكسبريسيون هنا ما كتبانش لكم عمليه علامه ديال الضرب ولكن كتبان لكم واحد النقطه هنا نقطه دائما هاد النقطه شنو كتعني الضرب عمليه الضرب اوكي الا شفتوا شي اكسبريسيون فيها النقطه هادي غتعرفوا بلي هاد ثلاثه مضروبه في بي اوكي 3 فوا بي اوكي غتخدموا بها بزاف ما تخلعكمش هذيك النقطه هذه لان كتعني فقط عمليه الضرب اوكي هنا شنو عندنا ما عندناش لو فاكتور كوما عاوتاني عندنا 3 فوا بي موان 6 اوكي منين غنجبدوا هاد لو فاكتور كوما شنو عندنا العلاقه بين 3 والعدد 6 3 يمكن لينا نخرجوها انطلاقا من العدد 6 كيفاش كيف ما درنا في الاكزامبل اللي داز عندنا 3 فوا بي اوكي موان يمكن لينا نخرجوا 3 انطلاقا من العدد 6 هي 3 فوا 2 اوكي احنا خرجنا لو فاكتور كومون اللي هو لو نومبر 3 عندنا 2 فوا ها هو لو نومبر 3 ايغال ا كوا 3 اوكي فوا كنحلوا لي بارونتيز اش من اشاره اللي غنديروا هنا الوسط بليس او لا موان عندنا موان بطبيعه الحال غنديروا موان اوكي اش كيبقى لينا العدد 3 راه تخلصنا منه درناه كيبقى لينا بي اي لو نومبر 2 كنديرهم هنا احنا درنا فاكتوريزي سيت اكسبريسيون كيساوي لينا هاد ليكسبريسيون هذا كنتمنى الفقره تعجبكم وتكونوا فهمتوها وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك بالقناه الى فيديو اخر ان شاء الله.